كون بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي باش يلعب لقاء الجولة الخامسة من تصفيات كان المغرب ضد منتخب مدغشقر في مدينة بريتوريا بعد نقل المباراة من جوهانسبورغ إلى بريتوريا، وأيضا تغيير طاقم التحكيم والحكم الرئيسي سيكون من الجابون هو الحكم بيير أتشو. المقابلة حافظت على موعدها يوم 14 نوفمبر وأيضا توقيتها في حدود الساعة الخامسة، كما أيضا لقاء الجولة الأخيرة مع لي حتى تغيير لقاء الجابون اللي بشيكون في تونس يوم 18 نوفمبر. منتخب أقل من 20 سنة يستعد لدورة اتحاد شمال إفريقيا في مصر في مدينة سويس في الفترة بين 12 و 27 نوفمبر. التربص باش ينطلق يوم 9 نوفمبر والسفر إلى مصر يوم 12. الدورة هامة جدا بما أنه هي مؤهلة لنهائيات الكان، و20 لاعب في الموعد، هذا 20 لاعب بتحديد من الكاف. ونذكر أن المدرب المشرف على المنتخب الوطني التونسي هو المدرب سليم بن عاشور. الدورة ستكون في شكل بطولة مصغرة يتأهل منها صاحبي المرتبة الأولى والثانية للنهائيات. ودية البارح في ليبيا لعبها النادي رضي صفاقسي في مدينة البيضة، وليبيا تعيد بالتأكيد البناء والتشييد بعد فترة دمار والانطلاقة من البنية التحتية. والبارح إعادة افتتاح ملعب مدينة البيضة بلقاء الودي اللي كان يجمع نادي الأخضر بفريق نادي رضي صفاقسي، والفريق الليبي فاز بهدفين مقابل هدف. الهدف الوحيد للنادي صفاقسي سجله اللاعب بركات الحميدي. ونادي رضي صفاقسي منتظر أنه يرجع اليوم إلى تونس باش يحضر مقابلة الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي يلعب فيها لقاءه يوم الأحد ضد الأولمبي البيجي. في برنامج مقابلات هذه الجولة السابعة واللي تصدرها بالتأكيد الكلاسيكو في سوسة بين نجم ساحلي والترجي رضي تونسي نهار الأحد، نهار السبت اتحاد بن قردان ضد الملعب التونسي، مستقبل جابز ضد نجم المتلوي، شبيبة العمران ضد مستقبل سليمان. المقابلات هذوما ينطلقوا ماضي ساعتين ونص. في نفس اليوم دائما نهار السبت 2 نوفمبر لقاء النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري يتلعب لأربعة ونص. بقية لقاءات الجولة نهار الأحد، نادي صفاقسي الأولمبي البيجي، قوي في القفصة اتحاد تطاوين وترجي جرجيس ضد النادي الرياضي البنزرتي. مع قمة الجولة اللي قدمتها منذ البداية النجم ضد الترجي الرياضي التونسي لحد ماضي ساعتين ونص. وتذكر المباراة من المنتظر أنه اليوم ينطلق بيعها بمقر النادي 9 متاع الصباح، وأيضا بمختلف خلايا الأحباء بين صيادة بولبق صورة السيف وجمال. الكرة الطائرة، غدوة تنطلق المغامرة العربية للمنتخب الوطني التونسي بالمشاركة في البطولة العربية، وأول مباراة يلعبها ضد منتخب عمان. في مجموعتنا موجودة أيضا البحرين المستضيفة اللي نلعبوا لها المقابلة الثالثة يوم 5 نوفمبر، وبيناتهم مقابلة العراق 3 نوفمبر. باسكيت، جولة جديدة، الجولة الأولى إياب في البرو آ، والنادي الأفريقي يستحفظ على الصدارة مع تغيير في المراتب الثانية بعد خروج النجم الرياضي ساحلي وفريق الجولة هو الدالية الرياضية بيغرومبيليا. الدالية البارح فازت على النجم الساحلي 68 مقابل 65، النادي الافريقي فاز على نجم حلق الويد 84 مقابل 78، انتصار الاتحاد الرياضي المنسيري على شبيبة المنازة 83 مقابل 65، فوز شبيبة القيروان على نادي كرة سلة بالمهدية 86-58، وفوز اتحاد الأنصار على النجم الراتسي 89-68. كما قلت بقى نادي الافريقي دائما في الصدارة برصيد 19 نقطة، الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري ب 18 نقطة، تدحرج النجم المرتبة الرابعة 17 نقطة، ديليا 15 نقطة، اتحاد الأنصار ونجم حلق الويد 14 نقطة، شبيبة المنازة ونادي كرة سلة بالمهدية 12 نقطة، والنجم الراتسي في الأخير ب 11 نقطة. في أسبوع الكلاسيكو بين كرة القدم وكرة اليد، الكلاسيكو بين النجم والترجي، والبداية ستكون بكرة اليد نهار الجمعة في قاعة الزواوي 5 متاع العشية، ترجي يستقبل النجم الساحلي. في بقية مباريات هذه الجولة الثامنة من بطولة كرة اليد، نهار السبت في الجورجانيا النادي الافريقي سبورتينغ المكنين، مكارم مهدية ضد بعث بن خيار، اتحاد منزل تميم نادي كرة اليد بجمال، نصرة بولبا ضد جمعية الحمامات، وهلال المساكن يلعب ضد نادي ساقية الزيت.
خارج تونس في الدوري السعودي. الأنظار كلها اليوم تتجه نحو ديربي الرياض بين النصر والهلال. النصر اللي كان خرج من سباق الكأس ويحتل المرتبة الثالثة في الدوري، بينما الهلال يتصدر الدوري وترشح للدورة الربع النهائي. نهائي الكوبا ليبرتادوروس سيكون برازيلي خالص بعد فوز فريق بينارولا لروغوياني على بوتافوغو 3-2، لكن الترشح لبوتافوغو بعد انتصار ذهابا ب5-0. ونهائي باش يجمعوا بمواطنو اتلتيكو مينيرو اللي كان ازاح ريفر بليت الارجنتيني. نذكركم أنه بطل الكوبا هو اللي باش يكون آخر نادي ينضم للفرق 31 اللي باش يلعبوا أول نسخة من مونديال الأندية في صيف 2025 في الولايات المتحدة. ليفي كاب في إنجلترا ولقاءات من أجل ترشح للدورة الربع نهائي ليفربول مانشستر أرسنال في الدورة القادم وخروج مانشستر سيتي وتشيلسي. البارح فريق مانشستر سيتي خسر ضد توتنهام بهدفين مقابل هدف، لكن أيضا خسر لعبه البرازيلي سافينو بعد إصابته في المباراة. ليفربول ترشح على برايتون ب3-2. انتصار نيوكاسل على تشيلسي ب2-0. ترشح أرسنال على بريستون ب3-0. ومانشستر يونايتد على فريق ليستر ب5-2. البارح في كأس ألمانيا وترشح للدورة الثمنة نهائي من نصيب إنتراخت فرانكفورت بعد فوز في مقابلته على بروسيا مönchengladbach ب2-0، سجل منهم اللاعب المصري عمر مرموش هدف، لكن أيضا بمردود ممتاز للاعبنا التونسي الياس سخيري. بايرن ميونخ أيضا ترشح بعد فوز على ماينس ب4-0. نذكركم أنه في المسابقة هذه من كأس ألمانيا قبل يومين حامل لقب باير ليفركوزن ترشح، وأيضا لايبزيغ في موسم استثنائي بما أنه موجود في صدارة الترتيب مع باير منشن. أختم بالكالتشو وتعادل جديد لفريق اليوفي المرة هذية مع بارما 2-2 بعد التعادل المقابلة الكبيرة اللي كيلعبها ضد فريق إنتر، وإنتر يربح البارح مقابلته ضد إمبولي ب3-0، يقلص الفرق مع صاحب الصدارة حاليا فريق نابولي 25 نقطة، إنتر في الوصافة 21، أتلانتا يصعد للمرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة، واليوفي المرتبة الرابعة ب18 نقطة. هكا وصلت معكم لختام موعد هذين، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.